الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيله. نون جواب إمرة تقال إسلام لين كهورو قول كسور الله سبحانه يكون كهج قول كسور الله سبحانه وين دي أو حتى ندور. الحج يجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع. من حجنون كفرلي إن قرنا نتلان كون دي واتر سيبيدي كرم هريك نافلن. من استطاع الحج لابد أن يبادر الحج ولا يؤخر. قرأون حتى أن حج قولنون هريكو يهتين أولا ونايو ننو. نعم، هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، يعني الإسلام بناء يقوم على أركان خمسة، إذا سقطنا ركن من هذه الأركان الخمسة انهار البناء سقط البناء. أم تيتو قال جيروكو أنتو ونيك كدرني كنت إسلامكم أنتو قال إسلام إيه سيقوات لأنتو قال إيه ونيها إيويتون هري مادي إسلام لي يعني. نعم، أهم ما يكون شهادة لا إله إلا الله يبدأ به أولا ثم بعد هذا الصلاة ثم الزكاة وهكذا. كبري هندكم فوق إمرأة تقال إسلام لك سيدة قول على رأيك وقوم قول الله سبحانه وتعالى سيدة قول على رأيك دفتير نهاني دفتير سنان الله صلى الله عليه وسلم أنتم من أنت يريد أن تقال هكي لدي ثم يرتقي إلى الإيمان والله أعلم وانت يسيئي لأنه هنكري هنكري يوي أرويانتي وني جبلي ده وجواني مرتبة وني مرتبة قمت نقول